لنا أمنية دكالي وتفاصيل الزميطة سلاوية معك معنا بشرة بن عقا. احنا غنشوفوا غادي لنا ستيل احمر اليوم بشرى. الزميطة السلاوية دائما مع بشرى بن عقا ودائما كتجيبها لينا. مشكورة جدا على ضيافتك دائما وعلى كرمك لالا بشرى بن عقا. أمنية أهلا وسهلا. صباح الخير جيهان، اش اخبارك؟ لاباس عليك، كلشي بخير، كلشي مزيان، شهر مبارك سعيد، بحال السلامة، ودخل علينا بالهنا وبالخير والتيسير والرزق الكثير كيف ما كتقولي في الصباح. صحيحة، العافية، والصحيحة هي أهم شيء. إن شاء الله بإذن الله يدخل بالصحيحة وبالعافية وبهات الزميطة السلاوية تهي عندها مرحبا. عندها مذاقها الخاصة للأمنية الدكالي. حنا في ليلة ما كانش الزميته ما كاين والو ياك، والزميته ما كنديروش شي شويه، كنديرو بزاف ان غروند كونتيتي ما شاء الله. من نهار اللي حلينا عينينا وحنا كنعقلوا على ماما تبارك الله كتذوق هذا وكتذوق هذا وكتذوق كل شيء كيذوق منها، زليفه الفلان وزليفه الفرتلان دائما. نعم نعم، كتعطيوها مخلطه ولا كتعطيوها بودر؟ لا غبره كلها كيفاش كيخلطها. حنا بغيناها مخلطه اليوم، بغينا ان شاء الله. مرحبا مرحبا. التخليطه ديالها سهله مهله، نورمالمون كديري العسل وكديري الزبده ومعلقه ديال الزيت الروميه فقط. نعم، ما كنديرو فيها شحال من واحد كيدير فيها الماء، كاين اللي كيدير فيها الماء، كاين اللي كيدير فيها الماء، كاين اللي كيدير فيها اتاي، كلها باش كيخلطها. مي حنايا كنخلطوها بالزبده والعسل ومعلقه ديال الزيت الروميه باش كنعطي هذيك لابغيونس. نعم، وديك الجمعه كتجمع كتجمع هي السر ديالها في الجمعه، هو ملي كديري العسل يسخن كتخليه شي شويه كيغلى. نعم، ولكن خاصو ميها، خاصو ميها ام. لا ابدا ابدا ما كنديروش فيها نهائيا الماء، كتخلي هذيك العسل هذيك العسيله تتغلى شي شويه، ملي كتغلى كتضيفي عليها الزبده ديالها الذوب وتخلي هذيك العسل حتى تبرد تماما. الا رونتي الزميته بالعسل سخونه كتقفاح. نعم ما كتجيش معلقه، اون سول فوا كتكوريها وهذا كتقفاح، تخلي العسل ديالك يبرد. نعم نعم، وعاد تخلطيها وتحطيها بالصحه والراحه. انا كنشوف بشرى بن عقا عطاتك 10 على 10 ياك. وقولي البشرى غادي تجيبها لك الاذاعه تذوقيها ان شاء الله. لا لا امنيه شكرا. اذا كتحتاجوا فيها القمح، الشعير، الجلال الخاصه بالقناه ايمان شراتي. لا ما كنديروش فيها الشعير، انا نعطيك المقادير. كنديروا في الزميطه، كنديروا الزرع، كنديروا الحمص، كنديروا زريعه الكتان، زريعه الدلاح، كنديروا فيها الفول البلدي باش ما كتجيبناش الحرقه. اييه كنديروا فيها اللان، كنديروا فيها الصوجه. هادو هما المكونات اللي لا الزنجلان هو اخر حاجه. لا الزنجلان كنخليه صحيح، هو اللي كنديروا فيه باش كنخلطوا الزميطه في الاخر. الزعتر وفليولا وصبري، انا عطيتك المواد القاصحه. ها انت عندك الفراخ، عندك الحمص، عندك اللان، صوجه، زريعه الكتان، زريعه الدلاح، الفول البلدي، الفول البلدي القاصح. الاقامه ديالها كنحتاجو السلميه، المنتا، الكمون الصوفي، الكمون، النعناع، فليو، الزعتر، الزعترة، تخليطة النعناع، النعناع العبدي، والفليوي، ورشيشة الملحة. ملح. ملي كتكوني كتقلي الزرع، كنبداو بالزرع، كنقولوا بسم الله، كنبداو بالزرع هو الأول، كيبدا يتقلى هو الأولاني، وكديري واحد البانيو وفوق منه واحد ليزار كبير، وكتبداي ترجعي الزرع ديالك تما. انت كتخوي تدوزي الحمص مثلا، ملي كتبداي في الحمص كتبداي ترشي هذيك الساعه، كتهزي ربطه ديال الفليو كتلوحيها فيه باش تسخن. وانت غاده، وانت القرفه عواد قبل ما ننساها، وانت كتلوحي في هذيك الاقامه. اييه الاقامه كتسخن غير في وسط من هذيك الزرابع اللي قليتي. اييه في ذاك اللي زير الابيض ياك لالا، في ذاك اللي زير، وانت انت تتخدمي وانت كتلوحي في ذوك الاقايم. اييه السلمية والمانتا انا كنفكر لك. النعناع العبدي ياك لالا، النعناع العبدي مرسيطه، يعني مرسيطه
حتى هي حتى هي مرتيطه حتى هي. اييه اذا هادو كلهم كما قلتي كياخذوا ديك السخونيه وديك لا شالور من هاد الزرع. تقريبا كتكون فيها واحد 24 عشبه. نعم اللي كتكون فيها ما شاء الله. نعم 24 عشبه. نعم من بعد اييه من بعد كتشدي من بعد ملي كتسالي القليان ديالك ديال الزرارة وكتخلطيها مزيان كتحيدي ملي كيسخنوا هذوك العواد النعناع والعواد السلميه والمانتا وايتو كتسلكي هذوك العويدات. نعم كتحيديهم. نعم كيكونوا سخونين في وسط هذيك القيمه ديالنا. أيه. وكتهزيها وكتديها ضروري للطاحونه البلديه. نعم نعم عندما الطاحونه وكتقول له ولد عقها لك مزيان الطحنه الاولى والطحنه الثانيه باش كتجي مولاتي رطبه. ايوا كتجيبيها للدار ملي كتبداي تغرب لي فيها. مرحبا بكم في تسجيلات خاصه بقناه ايمان شراتيه. اذا ما كانش ريحه الميطه ما كاين والو. نعم ايوا كتغرب ليها وكتسخني العسيله ديالك كيف ما قلت لك وتخليها حتى تغلى. ملي تغلى العسل ديري عليها ضيفي عليها زبيده وخلي ديك العسل نسيها واحد الساعه حتى تبرد. الا رونت الزميطه بالعسل سخونه كتحجر. نعم وها انت عصامي عصامي اختار لك هاد الاغنيه هذه الموالمه الزميطه السلاويه. والا ما كانش الزميطه كما قلتي في المائده الرمضانيه ما كاين والو ولا لا امنيه الدكالي. الزميطه ضروري كتحضر واخا ما تحضرش في الفطور خاصها تحضر في السحور. حنا ضروري هي باش كتختمي الحور ديالك باش كيف ما كتقول بابا الله يرحمه كيقول لك هي اللي كتقعد لي القلب ديالي وتخليني نكمل به رمضان نهار. قعدتي لينا القليب ديالنا لالا امنيه اللي بهاد الزميطه كيف ما عصام قعد لينا القليب هاد الاغنيه لالا امنيه. نجيبوها لك الاذاعه باش ندوق الزميطه السلاويه. انا ضايقاها من عند بشرى وصراحه النسمه لا يعلى عليها واحد المذاق رائع جدا. مشكوره جدا امنيه الدكالي على الزميطه السلاوية. خليناك على خير. Why is this a master's tool? I'm not a spider-man.